الحمد لله الذي خلق عيسى عليه السلام من غير أب وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير التي تأكل الحب ودافع عن مريم العذراء عندما طعن في شرفها بالقذف والسب ونجى يونس من الظلمات ونجى يوسف من غيابة وأغرق فرعون عندما ادعى الألوهية على قومه وقال لهم إنني أنا الرب وأحب حبيبه المصطفى حبا ليس بعده حب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. خلقتنا من عدم إلى الوجود فأنت الله، ثم أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة فأنت الرب، ثم فعلنا المعاصي والذنوب فأنت الغفار، ثم تبنى إليك وأنت القائل يا عبادي لا تقنطوا من رحمتي. أصلي وأسلم على الحبيب المحبوب الذي قرأ في ليلة من الليالي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فظل يبكي وقال يا رب أتقبل شفاعتي في عصاة أمتي؟ قال رب العزة سبحانه وعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي وعلى آل بيته الأطهار وعلى أصحابه وأخص منهم الفاروق عمر بن الخطاب الذي قتل وهو يقرأ قول الله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة المؤمنون يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا ونحن في ليلة تكريم الأم الراحلة، جئنا مشاركين آل الحبشي جميعا مشاركة الشيخ صلاح عبد المحسن الحبشي، أستاذ رضا الحبشي، أستاذ عطا الحبشي، سيد المستشار الدكتور مصطفى الحبشي، حاج عبد المطلب يونس وإخوته، سيد المستشار محمد حامد برين، سيد المهندس عبد الرحيم الدسوقي، وعلات الحبش وعلات يونس وعلات برين وعلات سليم وعلات شهين وعلات الحبسي وعلات أبو طالب بالجيزة وعلات بكير وعلات بكير. تقدمون جميعا بخالص شكر وتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء إلى الأسرة الكريمة. وحيث أرى خلفي سعد منصر القراءة ذلك بالعلم القرآني الإذاعي والمربي الفاضل ونقيب قراء محافظة البنوفية فضيلة القارئ السيد خضر أحمد مصطفى. أسأل ربي سبحانه وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم الذي خلقكم
خلقكم من نفس واحدة يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا
اتقوا ربكم يا خلق منها زوجها اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا وخلق منها زوجها
وخلق من وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب Thank you.
إنه ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم ألا
ذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة لكم عن شيء منه نفسا فيطبن لكم عن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم فقولوا هو هنيئا
ولا تقط السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها أموالهم التي جعل الله لهم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح حتى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غني ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف ومن فليأكل بالمعروف
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا وكفى بالله حسيبا فإذا دفعتم إليهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون للرجال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وللنساء والأقربون مما قل
أذل منه أو نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموالا إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها بعين فكر ترى الدنيا الدنيا كالخيال، وكل من فيها جميعا سيفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا من صدر سورة النساء والتي تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم والكتب القرآني.
ذلكم العلم والكتب القرآني والنقيب قراء محافظة المنوفية فضيلة القال الشيخ خضر أحمد مصطفى تكريما إلى روح الأم الطاهرة جئنا مشتركين آل الحدث جميعا ونقف هذه التلاوة عبر أسير مزاتنا السعودية ومفخرة الفراش الكبرى والمسير الضيافة حق محمود أحمد البربور والمقيم بمدينة الباجور بالكوفية واجب ضيافة والخدمة الفندقية الممتازة حق عبد الحميد المدحون واولاده ابو سنيدة مس الهواء والتصوير العبقري محمود طعيمة اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هذه الليلة تكريما الى روح الام الطاهرة جئنا مشاركين الاستاذ صلاح عبد المحسن الحبشي استاذ رضا الحبشي استاذ عطا الحبشي سيد المستشار دكتور مصطفى الحبشي حق عبد المطلب يونس واخوته سيد المستشار محمد حامد برين سيد المهندس عبد الرحيم الحسوني جميع عائلات الحبشي وعائلات يونس وعائلات برين وعائلات سليم وعائلات شهيد وعائلات الحبسي وعائلات ابو طالب بكيزه وعائلات بدير وعائلات بكير قدمونا جميعا بخالص شكر كبير الى من أتى بالقادات الشعبية والتنفيذية والسادة المستشارين والسادة عمد الكرة المجاورة الذين أتوا من كل حدب المتقدمين واجب العزاء والأسر الكريمة إلى هنا توقف إرسال عن هذا المكان وتكون بعد صلاة العشاء مباشرة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.